السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا. النهاردة إن شاء الله جايب لكم وصفة حل نهائي للتجاعيد، التجاعيد اللي بتبقى موجودة تحت العين وكمان تحت الدقن. هنا بيبقى في ناس عندها تجاعيد ممكن تكون موجودة برضو حوالين الفم. الوصفة اللي أنا هقولك عليها النهاردة دي، بصي من الآخر كده هتضيع لك التجاعيد، هتديكي تفتيح حلو جدا جدا. كمان الناس اللي عندها المسام واسعة هتعمل معايا الوصفة دي وان شاء الله هتشوفي نتيجه كده هتعجبك جدا جدا. ده غير انها بتديني تفتيح حلو قوي قوي للجسم، وكمان هقول لك ان انت تقدري تستخدميها لاماكن كتير في جسمك، هقول لك عليها. يلا هنبدا الفيديو بتاعنا كده مع بعض ان شاء الله، وكملي الفيديو لاخر عشان تستفادي بكل حاجه هقولها النهارده في الفيديو. لان انا شخصيا لما عملت الوصفه دي وازالت التجاعيد اللي تحت عيني بجد جابت معايا نتيجه كويسه جدا جدا. تمام، هبدا اعملها معاكم. متنسوش بقى تحطولي لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناه، عايزين لايكات كتير وكومنتاتكم طبعا بتسعدني جدا جدا. اول حاجه بقى انا معايا هنا الطبق السقنطوط اللي انتم شايفينه ده. اول حاجه هبدا اعملها معايا النهارده خل الطعام. الخل اللي انا بستخدمه في الاكل هاخد منه معلقه كبيره اهو بالشكل ده من خل الطعام. تمام، وهضيف عليه معلقه من الميه عشان نخففه. تمام، الميه بتاعتنا العاديه بس تكون ميه طبعا مفلتره او معدنيه عشان تتاكدي انها نظيفه وما يكونش فيها اي رواسب. تمام، ده بالنسبه لي اول حاجه انا هعملها. بعد كده بقى يا حبايب قلبي جيجي هبدا اخد معايا معلقه من النشا او المايوزين او الكورن فلاور. هناخد معلقه واحده اهو، مش هنملاها كتير قوي، ولو القوام محتاج معايا هاخد تاني. هبدا بقى اقلب بالشكل ده اهو. طبعا لسه في هنضيف حاجه بس لازم نقلب كويس جدا بالشكل ده اهو. بصوا كده اهو، دي يا حبايبي اول حاجه واول خطوه هعملها. معايا بقى ايه؟ المناديل بتاعتي او القطن. تبداي تاخدي قطعه قطن صغيره، هناخد كده قطعه القطن وابدا اغمسها في الغسول اللي انا عملته ده، وهاجي بقى عند المكان اللي فيه تجاعيد تحت العين وامشي عليها القطن كده بالشكل ده اهو. هاجي برضو عند اللي حوالين الفم امشي عليها القطن كده. تمام، اخد تاني وامشي عليها بالشكل ده، وهسيبها لحد ما تجف على البشرة وتنشف خالص. بعد كده بقى هحضر الكريم اللي انا هدهنه، والكريم ده لازم برضو نستخدمه بعد الغسول ده، هعمله معاكم يلا بينا. اما تاني خطوة بقى يا حبايبي هعملها، هاخد معايا نص معلقة من النشا اهو، وهبدأ اضيفها في الطبق بتاعي. انا طبعا الكريم اللي انا هعمله ده هيكفيني 3 ايام، يعني استخدميه 3 ايام وهيكفي معاكي. بعد كده هبدا اضيف معايا على النشا زيت جونسون بيبي اللي هو زيت الاطفال، اي نوع عندك استخدميه، يعني اللي عندك الزيت جونسون الاخضر ينفع معانا، الموف كله، البامبا كله ينفع معايا، انا بحب ده عشان ريحته حلوه جدا جدا. هاخد معلقه واحده كده هبدا اضيفها على النشا وهخلط بالشكل ده. تمام، نقلبه بس الاول اهو، وهضيف معايا برضو نص معلقه من الفازلين. بصي كميات صغيره جدا ازاي، وهتشوفي بقى النتيجه من الوصفه بتاعتنا دي اهي. نص معلقه فقط من الفازلين، هنبدا بس ننزلها بمعلقه وهبدا اخلط برضو واقلب كده بالشكل ده. بصوا بقى يعني بقى قوام ازاي معايا اهو، وحاولي تحطي يعني بالترتيب زي ما انا عملت كده، الاول النشا وبعد كده زيت جونسون بيبي وبعدين الفازلين اهو. بصوا الكريم بقى معايا
ملمس ناعم جدا جدا اهو، هبدأ افرد، هيتفرد معايا على البشرة بكل سهولة. شايفين ده بقى؟ هنضيفه على اي مكان فيه تجاعيد، وكمان لو انت عايزة تفتحي تحت الابط او منطقة ما بين الفخذين تفتحي البشرة العنق، بيزيل التجاعيد الموجودة في البشرة وكمان بيسد المسام. انا عايزاكي تستخدميه لمدة 3 ايام، ممكن 3 ايام ورا بعض، وممكن تستخدميه يوم ويوم. وعلى فكرة هتعبيه في علبة صغيرة ومش هيبوظ معاكي، هيستنى معاكي ايه الفترة اللي انت هتستخدمي بيها. وزي ما قلت لك، بصي دهنة بسيطة منه بتظبط معاكي وبتكفي معاكي البشرة كلها والايد وكده، وان شاء الله بتشوفي نتيجة كويسة جدا جدا من الوصفة دي لإزالة التجاعيد. بعد ما نسيبها بقى على البشرة ربع ساعة، بنبدأ نغسلها بالمية الباردة. بس قبل ما تغسليها امسحيها بمنديل كلينكس، اي منديل عندك، عشان وانت بتغسليها ما تجيرش معاكي وتتغسل معاكي بكل سهولة. هنرطب بشرتنا بايه بعد ما نغسلها؟ مش هتحتاج ان انت ترطبي بشرتك، لان احنا اصلا ضايفين مرطب اللي هو زي جونسون بيبي، ده بيطري البشرة وبيخلي البشرة طرية جدا جدا. انا عايزاك تعملي الوصفه، اقفلي معايا الفيديو واعمليها، وتعالي ارجعي قولي لي ايه رايك في الوصفه وجابت نتيجه معاكي ولا لا، وان شاء الله هتستفادوا بكل فيديوهاتي. حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. الوصفه سهله جدا ومش هطول عليكم. ما تنسوش بقى تشجعوني باللايك، اشتركوا معايا في القناه، عايزين لايكات كتير قوي للفيديو. استنوني في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي. باي باي.